السلام عليكم. دلوقتي هنشوف أداة كويسة اسمها MLAC، فيها خاصية حلوة من ضمن الخواص الجميلة، يعني ان الاورينتيشن سايز كنترول. ده معناه ايه؟ ان انا عندي تكست كتيرة في قلب اللوحة وعايز اكبرها، وعايز اكبرها في بعض الفيوهات وبعض الفيوهات لا، فبقول له فيوز واقول له سيلكت فيو، وابدا اختار الفيوهات اللي انا عايز اكبر التكست فيها. ممكن تختارهم كلهم سيلكت اول، او تختار بعض الفيوهات، وبعد كده بتقول له مثلا انا عايزك تكبر التاجات، تختار التاجات اللي عايز تكبر، وممكن تسيب الباقي. الدايمنشن بمقدار قد ايه؟ انا اخترتها مثلا بمقدار 2.5، وبعد كده اقول له اوكي. ففي خلال ثواني بيكبر لك التكست في الفيوهات اللي انت اخترتها.